أهلا بكم. البداية من التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وتحديدا نحو محافظتي مأرب وتعز، حيث دفعت الميليشيا الإرهابية بحشود من المغرر بهم إلى منطقة الحوبان شرق تعز. نعم، الحكومة من جهتها قللت من هذا التحشيد واعتبرته استعراضا رديئا وبائسا يهدف لاستدراج المزيد من المقاتلين والأطفال وتجنيدهم في صفوفها ورفع الروح المعنوية لعناصرها، ويكشف موقفها الحقيقي من دعوات التهدئة وإحلال السلام وفقا لتصريح وزير الإعلام معمر الإرياني. ونهاية الأسبوع الماضي عقدت اللجنة الأمنية في تعز اجتماعا لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظة. وقال المحافظ شمسان خلال الاجتماع إن الحشود الميليشياوية الحوثية واستعراضاتها ليس لها من قيمة وإنها انكسرت على أسوار المحافظة. والخميس الماضي أفشلت قوات عسكرية تتبع محور تعز محاولة التسلل للميليشيا الحوثي في جبهة الأحطوب بالريف الغربي للمحافظة، وذلك ضمن ثماني محاولات تسلل وهجمات للحوثيين أعلن الجيش عنها منذ مطلع شهر يونيو الحالي. إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر. مرحبا بك سيادة العقيد. إذن الميليشيا ما زالت مستمرة في التصعيد وكذلك تعزيز المقاتلين، وهناك أنباء تتحدث عن زيارة وزير الدفاع يعني إلى تعز، يعني برأيك ما هي طبيعة هذه الزيارة في الوقت الذي تحشد الميليشيا الحوثية القوات هناك وفي كذلك ظل التصعيد العدائي من قبل الميليشيا، وما هي التزامات الوزارة تجاه هذه المحافظة؟ حياك الأخ الكريم، تحية لك وتحية عبرك للمشاهدين جميعا، وعبركم أيضا تحية للأطفال الميامين المرابطين في هذه الأيام المباركة في كل جبهات القتال وفي كل الميادين. الحقيقة أخي الكريم، الميليشيا الحوثية تعزز إلى جبهات تعز المختلفة، تقوم أو تصعد من الأعمال العدائية باتجاه تعز. لو خلال الشهر الماضي أنت ذكرت بعض أنواع الأعمال القتالية التي يقوم بها العدو، يعني مثلا عمليات إطلاق النيران الكثيفة بالرشاشات والثقيفة وبالمعدلات وبمدافع 23 خلال الشهر الماضي فقط أكثر من 13 عملية إطلاق نيران قام بها العدو، استهداف لقواتنا وللأحياء والقرى السكنية بواسطة الأسلحة المتوسطة والقناصة أكثر من 68 محاولة خلال الشهر الماضي فقط. هناك استهداف لمواقع قواتنا وللأحياء السكنية بالمدفعية والدبابات ومدفع بعشرة أكثر من 84 قذيفة خلال الشهر الماضي. الطيران، عمليات الطيران المسير أكثر من 86 عملية استطلاع واستهداف بالطيران المسير لمواقع الجيش وللأحياء والقرى السكنية. العمليات الهجومية من تسلل وإغارة وغيرها أكثر من 24 عملية خلال الشهر الماضي. استهداف قواتنا بالعبوات الناسفة أكثر من 21 عملية استهداف. فالعدو خلال شهر كما تلاحظ يعني قام بأعمال عدائية وتصعيد في أعماله القتالية بشكل غير مسبوق من قبل. الجيش الوطني طبعا قام بالتصدي لكل هذه الأعمال، أكثر من 16 محاولة تسلل خلال الشهر الماضي قام بإحباطها والتصدي لها أبطال الجيش الوطني. قام الجيش الوطني أيضا باستهداف لمرابض المدفعية ولمواقع الدبابات ولمصادر النيران المعادية أكثر من 56 مرة بالرد على هذه العمليات. العدو خلال الشهر الماضي لديه تقريبا 45 بين صريع قتيل وجريح في جبهات تعز المختلفة.
ولا نعم سيادة العميد، في ظل هذا الصد من قبل قوات الجيش الوطني وكذلك المقاومة الشعبية للهجمات المتكررة كما ذكرتها أنت، أكثر من 86 عملية استطلاع بالطيران المسير وكذلك أكثر من 60 محاولة لمحاولة اختراق قوات الجيش الوطني وقابلها الجيش الوطني بالصد القوي ضد الميليشيا الحوثية، يعني لو تحدثنا كذلك عن الأنباء التي وردتنا عن زيارة لوزير الدفاع إلى تعز، ما طبيعة هذه الزيارة لو أمكن؟ ليس لدينا بلاغ رسمي حول الزيارة، ووزير الدفاع طبعا مرحب في أي وقت، وهو يقوم بنزول ميداني وزيارة للجبهات بشكل معتاد، البلاد في حالة حرب وهذا وزير دفاع الوطن، وبالتالي يعني زياراته مرحب بها وتقوم برفع معنويات الأبطال وتحلحل الكثير من الإشكاليات والمشاكل الموجودة، وكنا على موعد مع زيارة الوزير في وقت قبل شهرين تقريبا، ولكن تم التأجيل لأسباب تعلمونها جميعا، وبإذن الله تعالى أن تكلل الزيارة إذا تمت وحدثت بالنجاح وأن تحقق الأهداف المطلوبة منها. نعم سيادة العقيد، تحت الشائكة في كل القضايا العسكرية. نعم لو سمحت لي، يعني هناك معارك مستمرة، هناك الميليشيا الحوثية تحاول التقدم تقدم غير مسبوق، هناك تحشيد غير مسبوق سواء للمعدات العسكرية أو المقاتلين كذلك الطيران المسير، يعني بالمقابل هناك ماذا عن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ هل هناك استعدادات جديدة يعني توازي الاستعدادات للميليشيا الحوثية في هذه، يعني هناك تقدم ملحوظ أو تقدم في التجهيز للمقاتلين للميليشيا الحوثية؟ بالمقابل ما هي الجاهزية القتالية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ تصعيد الحوثي وتحشيداته وتعزيزاته ليست جديدة في تعز، يعني نحن نعرف هذا جيدا. الحوثي قذف إلى تعز بصفوة ونخبة، قوات النخبة بالنسبة إليه، قوات الحسين، كتائب الحسين وكتائب الموت وأبو العلي الحاكم وغيرهم، قذف بالنخبة من قواته إلى تعز. كان لدى الحوثي مع القوات المتحالفة معه سابقا أكثر من 13 لواء عسكري متخصص، يمتلك يعني مئات المدرعات والعربات المجنزرة والآليات الثقيلة والمدفعية والقناصات والسلاح النوعي والثقيل، وعدد كبير من المغرر بهم من مشايخ القبائل ومن بعض الأحزاب وغيرهم، كل هؤلاء تلاشوا يعني ذهبوا أدراج الرياح. فالذي أريد أن أقوله أنه تعز اليوم هي أكثر إمكانية وأفضل وأقوى مما سبق. اليوم تعز تمتلك قرارها وتمتلك رجالها، ولدى تعز الخبرة الميدانية والمهارة والقوة البشرية والعناصر القتالية المدربة تدريبا جيدا والمستعدة لخوض جميع أنواع الأعمال القتالية بكفاءة وباقتدار وبمختلف الظروف وتحت أي ظروف ومختلف الأوضاع ومختلف أحوال الطقس، وبالتالي الجيش في تعز على جاهزية عالية وعلى أهبة الاستعداد وبإرادة قتال وبمعنوية عالية للانتصار لتعز واليمن جميعا. أنا أتوقع أنه كما كانت بداية انكسار الحوثي ودوران عجلته إلى الوراء من تعز في المعركة الأولى، فستكون بداية وشرارة الخلاص الوطني لمن هذه الميليشيات الحوثية من تعز بإذن الله تعالى. تعز ستحقق النصر الحوثي، وهذا أقوله لك وللمشاهدين جميعا. نعم. الحوثي جبهات تعز الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لم يستطع الحوثي ولن يستطيع أن يحقق بها أي اختراق، ولم يعني يستعد ولو شبرا واحدا من جميع المديريات التي تم تحريرها. نعم كذلك قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية دائما هي ما تقوم ب حتى الآن. نعم دائما ما تقوم بالصد والرد لأي تقدم أو محاولة
تقدم للميليشيا الحوثية. يعني كذلك لو تحدثنا عن متى ستنطلق العمليات العسكرية، هل نتوقع في الأيام القادمة أن يتحول الموقف العسكري بدلا من الدفاع والصد والرد للهجمات الحوثية إلى يعني مواقع الهجوم على الميليشيا مثلا؟ طبعا فيه العسكرية ما يعرف بالدفاع النشط وليس الدفاع السلبي. نعم. الدفاع النشط نوع من أنواع الأعمال القتالية، وتلجأ إليه القوات عند عدم الهجوم الكاسح، لكن نعم. قد تتحول القوات في أي وقت وعند توفر ظروف الموقف الناشئ المناسبة إلى عملية الهجوم الكاسح. إذا وجد القرار العسكري والسياسي بتحرك القوات، فإن القوات ستتحرك عبر محاور الحركة جميعا وعبر كل الجبهات لاستكمال التحرير وكسر الحصار. وكما ذكرت لك بإذن الله تعالى الحوثي اليوم يجر نفسه والمغرر به نعم. إلى نهايته المحتومة. نعم. سؤال أخير أكيد عبد الباسط، اسمح لي نظرا لضيق الوقت، يعني أنتم كيف تقيمون مستوى العلاقة بين قوات محور تعز وكذلك القوات المشتركة؟ يعني هل سنشهد تنسيقا في الفترة المقبلة لدحر الميليشيا الحوثية في حال كانت هناك هجمات عسكرية؟ هذا هو المأمول وهو المتوقع، وهناك تنسيق على درجة عالية وتبادل للخبرات والدعم والإسناد وبمختلف أنواع الدعم المادي واللوجستي، وإن شاء الله يكون أيضا دعم بالسلاح وغيره. فنتوقع أن تكون هناك معركة وطنية حديثة مشتركة تشترك فيها كل القوات ومختلف صنوف القوات وكل التشكيلات، ومعركة جمهورية صف جمهوري وطني واحد ضد عدو مشترك واحد يستهدف الجميع. وضحت الصورة. هذا ما نعمل عليه، هذا ما نأمله، هذا ما نرجوه، هذا هو المتوقع وهو ما سيكون بإذن الله تعالى. ولن تفلح الحوثية وأذنابها وأعوانها في إفساد العلاقة بين مكونات الشرعية. بإذن الله ستكون الصف واحد والهدف واحد والقيادة واحدة والمعركة المصيرية والوجودية واحدة. نعم، نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.